أشير في مقدمة درسنا هذا إلى فائدة لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها، ألا وهي أن بعض أهل العلم فيما نقله الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في كتابه لطائف المعارف يرون أن ليلة الجمعة إذا وافقت ليلة من ليالي الوتر في العشر الأواخر من رمضان فهو أحرى أن تكون ليلة القدر لهذه الفضيلة العظيمة، ألا وهي أن ليلة الجمعة هي خير ليالي الأسبوع. ومثل هذا إذا سمعه المؤمن يبعث فيه نشاطا لمزيد عناية بهذه الليلة لا أن يقتصر عليها. ولهذا من الأخطاء أن ما يذكر أحيانا من تواتر الرؤى على تعيين ليلة فينشط لها الناس ويكسلون عن غيرها هذا من الخطأ، هذا من الخطأ. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حث على تحري ليلة القدر في العشر الأواخر كلها. لكن مثل هذه الفائدة تزيد من نشاط المرء، هو أصلا على نشاط فتزيد من نشاطه. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغنمنا أجمعين بركات ليلة القدر، وأن يعيننا فيها وفي كل ليلة ويوم على ذكره وشكره وحسن عبادته. نعم.